اليوم كيف تقيم أداء سامي الجميري؟ البعض ينتقده أنه مليء بشد العصب الطائفي والنسي. هذا العصب قدين شد من بعد حادثة الكحالة؟ طبيعي، هذا تكتيك، ولكن يخدم هذا التكتيك الكتائبيين تكي. والمسيحيين إذا بس كله شد عصب معناته ما بتسوى، إذا ما عنده مشروع. مع العلم أنه أفضل شد العصب يكون مش طائفي، يعني لما بصير شد العصب طائفي كمان بصير مشكلة. هو رئيس حزب لازم يشد العصب، ولازم جماعته يحسوا حالهم أنه عندهم حزب وعندهم رئيس بيمثلهم. أنا بتصور أنه الكتائب اليوم عم بيدير سامي بأفضل ما فيك. شو أنا بنصح سامي جميل يشترك بانتخابات الرئيس، ونصيحتي أن كان الرئيس يكون معه.